والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتشرف اليوم في رحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام في اجتماع لأمناء العتبات المقدسة في هذا الحرم المقدس لنفس رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الاجتماع سيكون في سلسلة اجتماعات قادمة متكررة ومتعددة تضم أمناء العتبات ونوابهم، وأيضا ربما يحضره أعضاء مجلس الإدارات لوضع برامج مشتركة بين العتبات المقدسة لغرض تفعيل خدمة الزائرين من مختلف الجوانب والنواحي. حقيقة الأمانات العامة للعتبات المقدسة باسمها هي أمانات في أعناق القائمين عليها، وبمباركة المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسين سيستم دام ظله الشريف. وهذا التكليف والتشريف في آن واحد الهدف منه هو خدمة الزائرين في الدرجة الأولى من حيث توفير كل الخدمات اللازمة للزائر، بالإضافة إلى ذلك إضافة إلى المشاريع الإعمارية والخدمية للتصوير في خدمة الزائرين. أيضا هناك برامج مشتركة لبناء الزائر وشخصيته وثقافته الدينية والشرعية والتزاماته تجاه أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام والسير على نهجهم القويم بإذنه تعالى. حقيقة هذا الاجتماع قد يكون هو الاجتماع تأسيسي لاجتماعات قادمة، وسيتم تبادل مختلف الخبرات والتجارب السابقة للعتبات المقدسة، وأيضا سيكون في من ضمن هذه البرامج أيضا تفعيل المشاريع التي أثبتت نجاحها في عتبات لتفعيلها وإنجازها في عتبات أخرى. والهدف هو واحد كما ذكرت، الأول هو خدمة الزائرين والتفاني في هذه الخدمة والرقي في هذه الخدمة. بناء الإنسان هو أحلى أولويات العتبات المقدسة، وأيضا سيكون هناك اجتماعات متناظرة لأقسام العتبات المقدسة فيما بينها لتفعيل وتنضيج مسودات برامج لعرضها على الأمناء من أجل الوصول إلى توصيات مشتركة وإقرارها من قبل الأمانات العامة للعتبات المقدسة. أيضا جانب مهم هو الاشتراك والوصول إلى قرارات تتبناها العتبات المقدسة ومن خلال ديوان الوقف الشيعي من أجل عرضها على الحكومة العراقية وعلى مجلس النواب وعلى الوزارات المعنية، وأخص بالذكر وزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارات أخرى. يتطلب من هذه الوزارات من هذه الجهات صاحبة القرار أن تولي هذه العتبات المقدسة وتستجيب لهذه الطلبات، كونها تصب هذه الطلبات تصب في خدمة المواطن العراقي والمواطن الذي يتبنى قصد هذه العتبات من أجل التزود من هذه العتبات المقدسة. وأيضا المعلوم لدى الجميع أن العتبات المقدسة هي ملاذ لكل المسلمين، بل لكل إنسان منصف في العالم. على كل الجهات أن تدعم هذه العتبات المقدسة باعتبارها عتبات ذات منفعة اجتماعية عامة وليست خاصة، تصف في تعضيد ومؤازرة اللحمة الوطنية واللحمة الإسلامية واللحمة الإنسانية بصورة عامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق أمناء العتبات المقدسة في كل مكان، وكل خدم العتبات المقدسة في العتبات المقدسة والمزارات الشريفة إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يكونوا زينا لأهل البيت لا شيء عليهم، وأن يحيوا ويكونوا مصداقا لقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حينما قال: أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لطاعته وخدمة عباده، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحیم. متشکرم از تولیت معزز عتبه علویه که نقدم شكرنا الجزيل للعتبة العلوية المقدسة لقبولها استضافة هذا المؤتمر للبحث حول تقوية العلاقات بين العتبات. بالتأكيد تقوية العلاقات بين البلدين يعود إلى تقوية العلاقات بين الشعبين، فعندما يسافر الشعب العراقي إلى إيران أو الشعب الإيراني إلى العراق لإثبات الهوية والأيديولوجية الدينية، بالتأكيد هذا سيكون باعث مهم لتقوية العلاقات بين البلدين. نتيجة هذه المشاعر الطيبة هو التعاون بين الشعب الإيراني والشعب العراقي، ونتيجة هذا التعاون هو بناء مثل هذا الصحن، صحن فاطمة سلام الله عليها، بالإضافة إلى التعاون في المجالات الأخرى، المجالات الفكرية، المجالات الثقافية، وهذا هو هدفنا الرئيس إن شاء الله من تقوية العلاقات بين البلدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الحمد لله، نبارك للمؤمنين جميعا وللمرجعية العظمى وجميع الأخوة الذين حضروا من الأمناء ومن الوفود المرافقة لهم الذين حضروا في هذا المؤتمر الذي يعد الختام للبرنامج الذي قدم من العتبة العلوية المباركة ليوم الغدير الأغر. يعقد هذا المؤتمر، الغاية منه هو تبادل الخبرات ولتقديم أفضل ما يمكن تقديمه للزائر الكريم بالجانب العمراني والجانب الثقافي والجانب الفكري. بحمد الله اجتمعت كل الأمانات المهمة في العتبات المقدسة من داخل العراق وخارجه بدعوة كريمة قدمت من الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، وكما قلنا أنه الغاية منه هو خدمة الزائر الكريم وتفضيل وتقديم أفضل الخدمات للزائرين الكرام، حيث أنه تتوافد لهذه العتبات المقدسة ملايين من الزائرين كل ذلك يحتاج إلى إدارة، كل ذلك يحتاج إلى خبرة متبادلة بين الأمانات وبين العتبات المقدسة. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبارك لكم ذكريات أمير المؤمنين عليه السلام عيد الغدير الأغر ويوم المباهلة والتصدق بالخاتم، هذه المناسبات التي تلقي في أنفسنا مزيدا من التسامي، وأيضا هو إحياء المثل العليا في أنفسنا وفي ضمائرنا، وبالتالي لا بد من أن ينعكس ذلك على الالتزام بنهج أمير المؤمنين عليه السلام باعتباره كان مثالا للإنصاف والحق ونصرة المظلومين. بالنسبة إلى لقاء الأمناء، حقيقة هو من اللقاءات المهمة التي تصب في خدمة العتبات المقدسة باعتبارها أحدها يكمل الآخر، وهي أدوار متعددة ولكن الهدف واحد، هو خدمة الزائرين وخدمة أهل البيت عليهم السلام وخدمة الثقلين في الحقيقة، كتاب الله وعترة نبيه. وبما أننا ملتزمون بالقرآن الكريم لابد أن يكون الالتزام أيضا بالثقل الثاني، فالالتزام بهما كما قال رسول الله لن تضلوا بعدي. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع على هذه البرامج التي تؤدي إلى تبادل الخبرات وإلى التعاون وإلى فتح آفاق جديدة بين العتبات المقدسة ليس في العراق وإنما حتى في العتبات الموجودة خارج العراق، وهي بالتالي تصب في خدمة محمد وآل محمد. نسأل الله القبول من الجميع. أقيم هذا اليوم في العتبة العلوية المباركة اجتماع الأمناء العامين في العراق وإيران للتدارس والتذاكر بأهمية عيد الغدير الآذر وأهمية اللقاءات بين الأمانات العامة في سبيل توفير وسائل الخدمة للزائر الكريم التي يحتاجها من وسائل النقل والأمور الصحية والأمور الزيارة الأخرى، ووضع الحلول الواجبة للمشاكل التي يعانيها، خصوصا ونحن مقبلين على موسم الزيارة الأربعينية وزيارة أربعينية الإمام الحسين وما يتطلبه الموضوع من توفير وسائل الخدمة للزائر الكريم، خصوصا ونحن في فصل الصيف وضرورة توفير هذه الإمكانات لعامة الزائرين. يأتي لقاء الأمناء العامين الموقرين في هذا اليوم من أجل الخروج بتوصيات نتيجة الاجتماع الذي يضم العتبات المقدسة، وأعني تمثيل العتبات المقدسة بأمنائها العامين، العتبات في داخل العراق وخارجه، العتبات في داخل العراق العتبة الحسينية، العتبة الكاظمية، العتبة العسكرية، العتبة العباسية المقدسات، والداعي هو العتبة العلوية المقدسة، فضلا عن العتبات في خارج العراق كالعتبة الرضوية المقدسة وعتبة السيدة المعصومة، بوجود السيد رئيس الديوان المحترم. وهذا الاجتماع جاء من أجل تطوير خدمة الزائرين وتطوير الأداء في هذه الخدمة، وأعني بالتطوير لا يتعلق فقط بالجوانب الخدمية فقط، وإنما بالجوانب الثقافية كذلك. يسعى هذا الاجتماع إلى الخلوص بتوصيات في المستقبل إن شاء الله يتفرع عن هذا الاجتماع مجموعة من اللجان تعمل على تحويل هذه التوصيات إلى برامج عمل في المجالات الخدمية والمجالات الثقافية، مع التأكيد على المجالات الثقافية، من أجل بناء الفرد وبناء المجتمع على أسس صحيحة يستسقي قيمة هذا المجتمع النبيل، هذا المجتمع الخير، يستسقي قيمة من أخلاقيات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخلاقيات أهل البيت عليهم السلام. تشكيل لجان مشتركة، هذه اللجان المشتركة من شأنها أن تبادل الخبرات في العتبات. هناك مسألة مهمة جدا تتعلق بزيارة، أيضا كان محور من المحاور زيارة الأربعين التي يعني هي صارت على الأبواب، مع لحاظ أن هذه الزيارة من الممكن أن تكون بأعداد أكثر من الأعداد السابقة، على الرغم من أن الأعداد السابقة هي أعداد كبيرة جدا. والسبب في ذلك أنه بعد تعافي المجتمعات من الجائحة وبعد ليس انقطاع وإنما شيء ما هو قلة في الزيارة من خارج العراق. طبعا هذا لم يؤثر على العراقيين زيارة الإمام الحسين عليه السلام حتى في ذروة الجائحة، لكن خارج العراق صار هناك شيء من التوقف في الدخول نتيجة الضوابط الصحية. المتوقع بعد هذا التوقف الذي دام لعامين أن تكون هناك زيارة كبيرة جدا، فيصير أيضا إلى مناقشة السبل الكفيلة بتقديم خدمة أفضل للزائرين في الأربعين، فضلا عن مناقشة مجموعة من المحاور الأخرى.